اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. اللهم هدنا ربته ورحمة ودعاء برحمتك يا أرحم الراحمين إلى النبي وأهل بيته الأطهار وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نؤتي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.